الو انس من مدينه الدار البيضاء. اهلا وسهلا انس. طيب اهلا اختي خديجه، لاباس عليك؟ مرحبا بك انس، كي درتي؟ لاباس عليك. الطاقم اللي معك ومستقبل المكالمات وكاع المستمعات، حياك الله. وعيد مبارك سعيد بالصحه والهنا ان شاء الله. بصحه وسلامه وكل ما كتمنى. اسكاسه مباركي فلات نكول وثني مازيغن. لا ولكن ما انس تقيتاش الحيطه انس؟ يا تشحيطه تقيح حره مازال. مالي قلت مازال؟ كي قيح يميك النواحي مراكش يميك تزنيت. الوالد الله يرحمه تزنيت، الوالد النواحي مراكش. بارك الله. مرحبا سيليس نعمي. من زمان كتقيت كلشي بخير؟ لاباس الحمد لله. لاباس دارس من كل العائله؟ لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. قلبو عربيه انس. قلبو عربيه عباد الله يبداو يدخلوا علينا. واخا هذا ماشي حيت ميزو ولا عنصريه منا ولا شي حاجه، غير حنا بغينا شي شويه نرضيو كاع الاطراف، شويه العربيه شويه الامازيغيه. احنا غادي. طيبه انس مرحبا بك، تفضلي. ربي يخليك. غادي نعطي انا بركوكش بالخضر، يعني محمصه بالخضر. كاين تيقول لي بركوكش، كيقول لي خد محمصه. كل واحد كيقول لي بركوكش او محمصه. هي واحد الكاريت بالسكر، هذيك كتجي كنبدلو شويه من المسمن من سميتو. واخا طيب بركوكش كنحتاجو 250 غرام ديال اللحم مقطع قطع صغير، اللحم الغنمي البقري. 250 غرام ديال القطع ديال اللحم بقري. ايه. جوج مطيشات. زوج مطيشات. واحد بصله. بصيله. واحد بطاطا. بطاطا. واحد خيزويه. خيزويه. واحد اللفته. الفيته. حفنه ديال الجلبانه. حفنه جلبانه. حفنه ديال الفولي ما طري ولا يابس بحال اللي كان، من الاحسن طري دابا تبارك الله موجود. اييه حفنه ديال الفول. حاولوا نستغلوا الخضر اللي كتكون ديال الموسم. اييه. عريشات ديال الكرفس. عريشات ديال عريشات ديال الكرفس. حفنه ديال الحمص. حفنه مفزق هي ومرطب. ديال الحمص مرطب. اييه. سته الفصوص ديال الثوم ما يكونوا مقطعين رقيق ولا محكوكين ديك الحكايه رقيقه. نعم سته الفصوص ديال الثوم. اييه. ربيطه ديال القزبور. ربيطه ديال الربيع ما بين قزبور ومعدنوس. واحد معلقه صغيره ديال راس الحانوت. راس الحانوت راس معلقه. لا معلقه صغيره. معلقه صغيره. واخا. واحد معلقه صغيره ديال الكمون. معلقه صغيره ديال الكمون. معلقه صغيره ديال مطيشه الحك. معلقه صغيره ديال مطيشه الحك. ملح وبزار. الملح لبزار. اييه. واحد الملكه في واحد 3 لتر ديال الماء، المهم الملكه في اللي غادي يكفينا وصافي. نعم. والحمصه القياس ديال الحمصه تكون واحد الزلافه هكا كبيره، الحمصه على حساب القياس. الافراد كانوا جوج الناس ماشي هي ست الناس. اييه. نعم. الوغ كان في كوكوت ولا في شي طنجره كنشحروا البصله مع نشحروا البصله في شويه الزيت. اييه. البصله مشلده. نعم. مع القطع ديال اللحم اللي هي مقطعه. وديك مطيشه محكوكه. نعم. نشحروا ما كيتشحروا شويه، من بعد نزيدوا عليهم العطريه. نعم. كلها. ونزيدوا بطاطا ديك البطاطا مقطعه والثومه. نعم. اللي محركات هي نشحروا تما ونزيدوا نشحروا شويه، عاد نزيدوا الخضر كلها مقطعه رقيق، الخضر كلها مقطعه وهكا كرويات صغيورين. نعم. ريشات الكرافس تا هما نقطعهم هكا مرققين. نعم. وزيدوا قبيضات القزبور. نعم. ومعدنوس. نعم. ومطيشه الحك تا هي نزيدوا نخليو كلشي واحد 30 دقيقه هكذاك حتى نحسوا بداك الشيء الخضر وهذا طابو. نعم. ومن بعد كنزيدوا بركوكش محمصه. اييه. ونزيدوا عليها نرويو، كنبقاو نرويو الماء الكافي اللي غطيب فيه، نخليو واحد 15 حتى 20 دقيقه حتى نحسوا بالتشرب. تشرب. نعم. صافي نقدموها بالصحه والرحمه. الله يعطيك الصحه. الجهه الى زوينه في هذا البرد. بارك الله عليك. طيب. الله يبارك فيك. نمشيو معك الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه كاليت بالسكر. كاليت بالسكر. سنيده. نعم. كنحتاجوا واحد 250 غرام ديال الدقيق فورس. 250 غرام ديال الدقيق فورس. واحد معلقه صغيره ديال الخميره فوريه ولا خميره معجنه على حساب شنو. معلقه صغيره ديال الخميره. انت شنو كتستعملي يا انس؟ انا فوريه كتجيني زوينه بزاف. كتجيك زوينه وحتى ما كتكونش ديك الحموضه ولا ما كتخليش ديك الرغوه. ما كتخسرش وكتبقى كتبقى لي مده. نعم. واحد قولي 60 قولي نص كاس ديال العنبه ديال الحليب دافي. نص كاس ديال الحليب دافي. كاس عنبه بطبيعه الحال. ما كانش كاع. المهم نص كاس واحد البيضه. بيضة كاملة. كاملة. 100 غرام ديال الزبدة تكون مذوبة. 100 غرام ديال الزبدة مذوبة. وشوية ديال الملح طبعا هذاك راه ضروري. ضروري نعم. زين كنحتاجو السنيدة، هي كانت ديك السنيدة تكون غليظة شوية حيت كانت رقيقة، وكاين وحدة تتكون غليظة شوية. تماما. من الأحسن ديك الغليظة. نعم. وواحد معلقة كبيرة ديال الزبدة. ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. إييه. وكندوبو الخميرة في داك الحليب دافي. دافي باش تعطي النفع ديالها أكثر. إييه. وكنديرو الدقيق والملح في شي إناء ولا في شي بانيو ولا شي حاجة. نعم. نزيدو ديك البيضة تكون مطربة. نعم. والخميرة اللي حلينا في الحليب. إييه. والزبدة مذوبة نخلطو مزيان حتى نحصلو على واحد العجين يكون لين ومرطب هكا رطب. نجمعوها في ما في شي بابي داك بلاستيك غذائي. إييه. ونخلوها ترتاح واحد في شي بلاصة تكون دافية واحد تقريبا شي ساعتين هكذاك. نعم.
من بعد جوج ساعتين كنشدوا القالب ديال الطوط هذاك ندهنوه نشدوا هي نخدموها شويه بيدينا هذيك العجينه ونسرفوها مزيان داك القالب اللي ما غاديش غليظه بزاف خصها تكون متوسطه ما رقيقاش بزاف وما غليظاش بزاف وسط صافي ونرشوها نسرحوها مزيان نرشوها بديك سنيده اللي هي غليظه كلها نرشوها بها من الفوق نوريك عليها شويه بيدينا ولا هكا باش تدير وديك الزبده نقطعها قطع صغيره ونلوحها عليها كلها قطع لوحة صافي ندخلها الفران تطيب واحد 15 حتى 20 دقيقه كنطيبو صافي على حساب الفران ديال كل واحد الزبده الحمر صافي كتجي هكا منوعه في الكوتي الدراري تقطع مربعات شي حاجه اللي هي جديده عيود الدمار الغايف واللاوي بغرير الكخاب أيه. نعم تبارك الله عليك أنت ديما تجديد وديما شي حاجه جديده وديما تبارك الله عليك صباحك الله يبارك فيك علينا وعليك الله يبارك فيك.